من شيم العرب منذ القدم أنهم يتآزرون ويتساندون ويتساعدون، بل ويتسابقون لمساعدة المحتاج في المأكل والمشرب والملبس وحتى المسكن في حال اشتداد البرد أو قد، فإن الليل ليل قر والريح يا هذا ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، فإن جلبت ضيفا فأنت حر. فالبرد أحد العلل الحياتية، والعلل تنقسم إلى قسمين: علل نفسية ومن أسبابها الفقر، وعلل جسمية ومن أسبابها البرد. والعامة يقولون البرد والقلة أساس كل علة. والبرد مضر في جميع مراحله، فأوله في أول موسم الخريف، والعامة يسمونه برد أصفري لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، والعرب يقولون توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يعمل في الأجساد كعمله في الأشجار، فأوله محرق وآخره مورق. وآخر البرد في آخر الربيع، والعامة يسمونه برد بياع الخبل عباته، والعرب يسمونه ببرد الحسوم، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد. سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية. ومن خطورة البرد شبهه العامة بالذئب، وقالوا البرد وجه وجذيب ما تدري معين يجيك.